ملهاش اي لازمة خالص، مجرد بس ايه شكل على الفاضي او خاصية على الفاضي ملهاش اي داعي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد في ريفيو ستيشن. اول فيديو عملناه كان ريفيو عن هايبر اكس كلاود 2، تاني فيديو هيبقى هايبر اكس الفا اس. وانا بحب السماعه دي جدا، شايفها تقريبا من انجح السماعات اللي انا شفتها في حياتي. نبدا اول حاجه بالشكل الخارجي للعلبه، وجايب كمان لون المفضل، بحب اللون ده جدا، اسود فازرق. ده الشكل الخارجي للعلبه. فهنبدا اول حاجه الانبوكس، بعد كده نعمل الريفيو ساوند تيست. يلا هنبدا اول حاجه مع بعض الانبوكس. وتقريبا كل البوكسات بتاعت الهايبر اكس طريقه الفتح بتاعتها هي واحده. اول حاجه بنلاقيها طبعا شويه الورق، اللي قلنا ملوش اي لازمه. أول ما بنفتح العلبة هنلاقي السماعة، وهنا المايك، وطبعا المايك التشبل نقدر نخلعه عادي، AUX أهو. ودي السماعة، أحلى حاجة مفيش ولا سلك في السماعة، مايك والسلك بتاعها ينفع يتشاله، دي أكتر ميزة عجباني في السماعة. الخامة بتاعتها بريميوم جدا، معدن اهو، شكلها شيك جدا. وفيها سويتشين هنا مسؤولين عن درجة البيز. دورات قماش بس سلامين جدا، يعني سوفت جدا جدا، مع اني افضل اللي كان جاي مع ال هايبر اكس كلاود 2، كان بصراحة أحسن من دولت. هما دول مش وحشين، بس التاني يمكن هي أذواق، يعني التاني كان الخامة بتاعتهم عاجبني أكتر زي القطيفة كده. وأدي الميكسر مع الكابل بتاعه ال AUX اللي بيركب في السماعة، وجريب كبيرة بتتغير كده. نشوف طبعا وصلات السماعة مع بعض. طبعا بارتو توصيلها بسيط جدا، توصيل السماعة بسيط جدا. عندنا هنا ادي المايك يركب كده بالشكل ده، وعندنا هنا وصلة ال AUX تركب هنا بالشكل ده بس كده. يلا نبدأ الساوند تيست بقى والريفيو. شفت الانبوكس مع بعض، نتكلم بقى شوية عن السماعة وإيه الفرق ما بينها وما بين كلاود 2. طبعا أنا كنت عملت فيديو عن الـ هايبر اكس كلاود 2، وهسيب لكم اللينك موجود هنا فوق عشان تقدروا تعرفوا الفرق ما بينهم. ماشي، أول فرق ما بينهم إن هنا ينفع تشيل السلك بتاع ليا، تمام، وتركبه في أي وقت. في الكلاود 2 ما ينفعش، وقلت دي كانت ميزة، إن أنا لو شلت السلك ده، لو قدر الله السلك ده باظ، شيله أشتري واحد تاني ركبه، مشكلة تتحل. في الكلاود 2 تبقى مشكلة عويصة شوية، يا هتفك السماعة وتلحم سلك تاني وهيبقى شكله مش ظريف، يا ترميها وتشتري واحدة تانية. دي أول ميزة في الألفا إس مش موجودة في الكلاود 2. غير كده مفيش أي فرق تاني يذكر، يعني الاتنين تقريبا توأم، غير هي الفروقات دي. طب نعمل ساوند تيست مع بعض ونشوف الصوت بقى بتاعها، يا ترى زي الكلاود 2 ولا أقل ولا افضل، خصوصا ان السماعه دي اغلى من الكلاود 2.
تقريبا الصوت واحد، يعني انا مش شايف اي فرق ما بينها وما بين الكلاود 2، الصوت بالظبط تيبيكال واحد، حتى كمان لما بتيجي تشغل ال 7.1. هنا عندنا اهو النظرية 7.1 كده واطفي كده شغال، الصوت واحد. تشغل ال 7.1 بيعمل الصوت حيوي اكتر، الصوت بيعلى شوية وخلاص على كده، فالصوت واحد. فلو بالنسبة لكواليتي الصوت انا مش شايف اي فرق ما بينهم الاثنين، كانهم نفس السماعه. بس نجرب حكايه ان احنا نتحكم في البيز دي. علي في البيت هو كده البيس بقى اعلى، وانا فاتحها كده البيس اعلى. لو نزلت كده قللت البيس للنص كده عدمت البيس خالص. فانت لو بتحب البيس هتخليها كده في المنظر ده. لا علت البيس فعلا، علته شويه، فتقريبا البيس هنا اعلى شويه من الكلاود 2. تمام. بالنسبه للعزل عزل الكلاود 2 اعلى شويه، عزل الكلاود 2 احسن. دي مش حاسس ان فيها عزل نهائي، ما فيهاش عزل نهائي. يبقى كده لو احنا حاولنا نعمل اوجه الاختلاف ما بينهم، كلاود 2 عزل انضف، ماشي. الفا اس العزل بتاعها مش كويس. الصوت الاثنين واحد، لما بتستخدم خاصيه البيز الالفا اس البيز فيها اعلى وانقى، فكده مفيش اي حاجه تانية. كمان هنا السلك ان انت ممكن تشيله، الكلاود 2 ما ينفعش تشيل منها السلك، المايك الاثنين ما ينفع تشيل المايك منه. فكده يعتبر اوجه الشبه ما بينهم ذوقيا. دي حاجه ترجع لك انت، يعني الاثنين كويسين جدا مفيش فرق ما بينهم كبير، فدي حسب انت عايز ايه. عايز مثلا عزل احسن روح للكلاود 2، عاوز بيز اعلى روح للالفا اس. هو ده الفرق ما بينهم اللي انا شايفه، مش شايف اي حاجه تانية. عايزين بقى نعمل تيست للمايك دلوقتي. نقلت المايك اهو، ده صوت كده المايك بتاع الالفا اس. طبعا انا مش هعرف الصوت الا لما اشوف الفيديو. تقدروا انتوا تقولوا في الكومنتات ايه رايكم، يعني انا سبت لكم الرابط بتاع الكلاود 2، وقولوا لي مين صوت المايك احسن، الفا اس ولا كلاود 2. اعتقد يعني في الاول وفي الاخر ان هيبقى الصوت قريب من بعضه، الاتنين هيبقوا نفس الصوت نفس الكواليتي، مش هيبقى فيه فرق. مع ان كده الالفا اس اغلى شويه من الكلاود 2، فانت ايه رايك، تروح للالفا اس ولا توفر وتروح للكلاود 2؟ انا ممكن حكايه السلك دي تخليني اروح للالفا اس، بس انا عجبني الخامات بتاعه الودان اللي جايه مع الكلاود 2 اكتر. الخامه اللي هي زي القطيفه دي بصراحه اشيك، بريميوم اكتر، مريحه اكتر، فانا شايف فرق الفلوس الفا اس غاليه شويه على الفاضي. مفيش فرق ما بينهم في الصوت، واعتقد يعني انا لسه مش متاكد، اعتقد مفيش فرق بينهم في المايك. حكايه ان السوفت وير بيشوف الالفا اس وبتقدر تتحكم فيها عن طريق السوفت وير، وده مش موجود في الكلاود 2، ملهاش اي لازمه ان كل اللي بتقدر تتحكم فيه في السوفت وير 7.1 صوت المايك، تقفل المايك تشغل المايك حاجات عاديه، يعني مفيش حتى اوكلايزر، مفيش اوكلايزر ان انا اقدر اتحكم في الصوت، ان انا اقدر مثلا اعلي البيز اقلل التريبل، الكلام ده مش موجود في الالفا اس خالص. فالسوفت وير انا شايفه حاجه ملهاش اي لازمه خالص، مجرد بس ايه شكل على الفاضي او خاصيه على الفاضي ملهاش اي داعي. وزي ما قلت في الاول وفي الاخر هي هتبقى ايه ذوقيا، يعني مفيش اختلاف الجذري اللي هو يخليك لا الكلاود 2 احسن 100% او الفا اس احسن 100%. وكده وصلنا لنهايه الفيديو النهارده. الفيديو قصير، حاسس ان هو مش فيديو طويل بصراحه. هي نفس الكلاود 2 مفيش فرق ما بينهم كبير تقريبا. انا اكتر حاجه قلتها ان مفيش فرق ما بينهم كتير، مفيش فرق ما بينهم كتير. تمام. المهم وصلنا كده لنهايه الفيديو. اتمنى لو الفيديو عجبك، ولو عجبك صوت المايك ده اعمل لايك واشترك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك الفيديوهات الجديدة. يلا سلام.